طيب الحسين خرز، انت رئيس جماعه بن يعقوب باقليم طاطا، اشنو اللي وقع بالضبط؟ اشنو اللي وقع بالضبط في هذا يوم الجمعه؟ واش اللي وقع؟ جات كارثه، الله يجينا وين يجيك. جات الفيضانات، واحد الواد عندنا طلع في البلاصه اللي ما عمره مشى ليها، راه مشى ليها، طلع للديور ديال الناس، طلع للجنانات، دنا الويدان، دا واحد الكوندويت حتى هي، والطرقان كلهم مقطوعين. الحمد لله البشر هربنا الناس باش ما تكون الموتى، الحمد لله ما عندنا والو، ولكن البنيه التحتيه كلها مشات. وعندنا حتى واحد الدوار حتى هو ديال ايليغ، دخليه الماء، دخليهم للديار، تكبسوا زعما الناس، تكبسوا الواد البلاصه اللي ما عمره وصلها. ولكن الحمد لله بن يعقوب، بيننا وبين بن يعقوب حنا راه 120 كيلومتر، حنا جينا في الشمال ديال طاطا. نعم. فاش جينا وبيننا وبين تاكموس حتى هي راه تكرفصات، واحد الطريق بيننا وبين تاكموس، والطريق اللي غادي لتاليوين على بن يعقوب لتاليوين على وروس حتى هي راه دابا راه دابزين معاها، دابا كنحلوها. والطريق اللي بيننا وبين القياده ديال اقيغان غادي لطاطا حتى هي راه محبوسه. راه داك الشيء كله مكرفص، ولكن الحمد لله ما عندنا ما نديرو. طبعا يعني الارصاد الجويه كانت دارت نشره انذاريه طيله هذا الاسبوع، هذا شنو اللي كيجعل ان الخسائر تكون بهذه الحده هذه؟ دابا فعلا هما علمونا باش الناس يحيدوا من الديار ويحيدوا سميتو، ولكن البشر اللي خايفين عليه راه حيدناه، ولكن ما كنتصوروش قد هذا الشيء ديال الماء واش غادي يجي. ما كنتصوروش قد هذا الواد يجي زعما بهذه الطريقه هذه ويطلع البرايس اللي ما عمره ما طلع لهم. اما الناس راه تعلموا، علمتهم السلطه، علمتهم الجماعه، والحمد لله داك الشيء علاش ما كاينين الارواح. هذا هو المهم ان شاء الله. نعم، يعني باستثناء هذيك الواقعه ديال الحافله في طاطا، في الحقيقه هو الذي يحز في النفس هذيك الواقعه. ايوا الحافله ديال طاطا، احنا بينا وبين طاطا 120 كيلومتر، الشيفور واقيلا التهور هي اللي دارتها. اما كان على الشيفور من اللي لقى الواد يوقف بحاله بحال الناس باش ما توقعش هذا الكارثه هذه، ولكن الاقدار ما عندك ما دير لهم. نعم، انتم على صعيد على صعيد الجماعه شنو هي المطالب الان المستعجله ديال الساكنه؟ خصوصا السيد الرئيس على انه ربما كاين نشرات مقبله ونفس الاضطرابات الجويه غادي تكون مستقبلا. حنا هذاك الشيء الساكنه، هذاك الشيء اللي كتطلب غير كيطلبوا السلامه، الناس ديال تما راه قانعين باش معك الله. وبغينا التدخلات من الدوله ان شاء الله الرحمن الرحيم، ديك البنيه التحتيه اللي مشات باش نعاودوها، ودوك البيار ديال لما باش يتعاودوا، والبيار عندنا جوج بيار حتى هما راه مشاو كاملين، خص داك الشيء يتعاود. هذا هو الطلبات ديال الناس، ما بغينا حتى حاجه الا باش ترجع القضيه كيف كانت. والحمد لله راه العامل ديال طاطا ولا سميتو راه كانوا معنا في التليفونات الليل كله ديال البارح، وردين البال وكل شيء غادي مزيان الحمد لله. ما القضيه غتكون بخير على خير، هي تفوت الارواح، وراه داك الشيء كله غادي يتهدي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الطلب ديالنا الناس. نعم، طيب السي حسين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره من الجماعه ديالتكم، شكرا، وكنتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك بخير. عتقول روحي يا ربي راه كاين.